تكرم الكنيسة الأرثوذكسية بشكل مميز القديس جورجيوس. تحمل كنائس عديدة اسمه البهي الذي يعني الزارع أو الفلاح، كما ويحمل اسم العديد من الشباب والعائلات. اشتهر بأيقونة مميزة وهو راكب على فرس ويسحق الشيطان بحربته. تحتفل الكنيسة بعيده في 23 من شهر نيسان من كل عام. ولد هذا القديس في مدينة اللد في فلسطين عام 280 من أبوين مسيحيين كانا من أصحاب الغنى والشهرة الاجتماعية. دخل في سلك الجندية وهو في 17 من عمره. في أرضنا المقدسة عاش وترعرع هذا القديس الذي دافع ببسالة وقدم نفسه لأجل المسيح. نجول اليوم في حلقتنا حول كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس الخضر الواقعة في بلدة الفحيص التي يوجد بها العديد من الكنائس الرسولية التي تحمل اسم هذا القديس. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. اشتهرت هذه الكنيسة البهية بين أبنائها باسم كنيسة الخضر التي أطلق عليها الأجداد هذا الاسم نسبة للظهورات المتكررة التي ظهر بها القديس جورجيوس مرتديا لباسه الأخضر الذي كان يرتديه في الجيش الروماني. في عام 1838 تبرع الأب المتنيح ميخائيل سويس بقطعة الأرض التي شيدت عليها كنيسة صغيرة ومكان إقامة لضيوف الرعية آنذاك. تجول بأنظارك حول هذا المكان المقدس الذي شهد العديد من المعجزات التي تشفع بها القديس جورجيوس، تجده مملوءاً بالبركة والروحانية. عدسة نورسات جالت في المكان والتقطت المشاهد التالية. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي لم يكن من الجديد على الهاشميين أصحاب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية أن يصدروا قرارات بحماية وترميم هذا الموقع المقدس، ففي عام 1995 أصدر جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال أمراً بترميم هذا المكان المبارك. وفي عام 2002 قام سمو الأمير غازي بن محمد بعمل صيانة خارجية للكنيسة. كما يلفت الانتباه أيضا وجود ثلاث شجرات معمرات بجانب الكنيسة تعود ما بين عامي 480 و680 ميلادية. مع مرور هذه الأيام أصبح هذا المكان مزاراً للمسيحيين والمسلمين ولكل من طلب المعونة والشفاعة من القديس العظيم جورجيوس. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس دخلنا يسوع الرب.
لقد فلحت من الله، فظهرت فلاحا مكرما لحسن العبادة، وجمعت لنفسك أغمار الفضائل يا جورجيوس، لأنك زرعت بالدموع فحصدت بالفرح، وجاهدت بالدم فأحرزت المسيح. فأنت أيها القديس تمنح الكل بشفاعتك غفران الزلات.